قلنا ان احنا عشان السيل سايكل نمر بيها لازم نمر بالجي 1 اس جي 2 ام. قلنا الاس هي المرحله اللي بيحصل فيها ايه الدي ان ايه، تكوين الدي ان ايه. تمام، طب تكوين الدي ان ايه بيتكون من بيورين وبايريميدين. احنا مش قلنا ان الدي ان ايه اقل جزئيه فيه هي النيوكليوتايد؟ تمام، يبقى انا لو خدت النيوكليوتايد دي شفتها بتتكون من ايه ومنعت التكوين بتاعها، يبقى انا منعت تكوين الدي ان ايه اصلا. فالنيوكليوتايد يا اما بتتكون من بيورين يا بايريميدين، اللي هي الاي والجي والتي والايه، بيور اللي هي البيورين، بيور از جولد، وكات ذا بايروميدين اللي هي السيتوزين والثايمين، طبعا اليوراسيل في الار ان ايه. فانا لو قدرت انهي تكوين الحاجات دي القواعد دي يبقى انا منعت تكوين الدي ان ايه. تمام، وهناخدوا الباسويز بتاعتها. كمان عندنا الخلايا المناعيه، هي مجموعه خلايا برضو وبتنقسم. فبالتالي لو عندي مرض مناعي اوتو اميون ديزيز زي مثلا الروماتويد ارثرايتس، ممكن اديله بعض الادويه دي عشان يمنع انقسام الخلايا المناعيه، وبالتالي اقدر انهي المرض ده. اول حاجه هنتكلموا عنها هي الانتي ميتابولايتس. انتي ميتابولايتس يعني هي اللي بتشتغل على الدي ان ايه، وبالتالي بتشتغل على الاس فيز، يبقى اول اور اس فيز سبيسيفيك. تمام، اكسبت الكلادريبين هيشتغل على كله، انما هيشتغل على كله يعني هيشتغل جي 1 اس جي 2 ام، انما الباقي كله بيشتغل على الاس فيز اللي هي بتاعت الدي ان ايه. اول اتنين بنتكلموا فيهم هي الازاثيوبرين والكلادريبين. الاثنين دول بيشتغلوا على البيورين. هقول لك الاول الباسوي بتاع البيورين سنسل. جيب الريبوز 5 فوسفات، بتصنع منه ماده اسمها البي ار بي بي، دي اللي باخد منها الفوسفات والايه والريبوز. هاجي بانزيم اسمه البي ار بي بي امايدو ترانسفيريز، امايدو ترانسفيريز، هصنع ايه 5 فوسفو ريبوزايل امين، ريبوزايل امين. منه هقدر اصنع الانوزين، والانوزين دوت اهم حاجه عندي، لان الانوزين هو البريكيرسر بتاع الجوانين والادينين. احنا عارفين ان البيورين بيور از جولد، يعني ادينين وجوانين هو البيورين. صنعنا الجوانين والادينين من الانوزين، من الانوزين، والانوزين صنعناه من المركب بتاع الايه الفايف فوسفو دوت اللي جايبينه من البي ار بي بي. حلو الكلام، تمام. فانا هقدر اوقف الباسوي دوت من الحته دي كده، اللي هي ان البي ار بي بي او الفايف فوسفو ريبوزايل امين الى انوزين، ان انا اوقفه بالسكس ميكاتو مركبتو بيورين والازاثيوبرين اللي هو بيتحول للاكتف فورم اللي هو السكس مركبتو بيورين. تمام كده، تمام. يبقى انا لو اشتغلت بالازاثيوبرين او السكس مركبتو بيورين، يبقى انا هوقف تصنيع البيورين، هوقف تصنيع الدينوفو بيورين، يعني البيورين الجديد. تمام، عندك بعد كده الازاثيوبرين والسكس ميركابتو بيورين. بصنع، هو عبارة عن بيورين انالوج. هو بيعمل ايه؟ المفروض ان بيجي الايه البوليمريز وهو بيبني بياخد البيورين بيزس. فانا هاجي جاي الازاثيوبرين ده شبه البيورين، بيورين انالوج، فيجي هنا ويوقف التصنيع فيقلل الدينوفو بيورين سينثيسز. طبعا قلنا الازاثيوبرين بيتحول للاكتف فورم بتاعه اللي هو 6 مركبتو بيورين عن طريق الهيجبرت، عن طريق الهيجبرت انزيم. تمام، هنا ممكن نعمل نمونيك كويس. بيقول لك ليه ايه الاذى من الستات، والستات
على طول قفل من الاول كده، تمام؟ يبقى الاذى من الستات، جيب كلمة الستات قول لي الستات قفل من الاول، وجيب كلمة الاذى قول لي الاذى رذى كده. انا سهلنا الدنيا كلها. اول حاجة الاذى من الستات الاذى، وكلمة ستات اللي هي السكس مركبته بيورين، الاذى من الستات، تمام؟ والستات دايما قفل في الاول. قفل في الاول يعني ايه؟ يعني بتقفل من الاول خالص، من الدينوفو بيورين سينسيسز، الدينوفو بيورين سينسيسز. والاذى اللي هو الاذى سايبرين رذا، انا قصدي الار اي اهي رذا، دي تاني تاكيد للاذى، بس الار اي اللي هي الايه، روماتويد ارثرايتس. يبقى انا بستخدمه، وطالما قلت روماتويد ارثرايتس يبقى انا بستخدمه في الامراض المناعيه كلها، الروماتويد ارثرايتس، الريتابل باول سندروم، الاس ال اي، ومعانا نوع من انواع الليوكيميا الاي ال ال. فقال لك باختصار كده هي الاستيرويد ريفراكتوري ديزيز. استيرويد ريفراكتوري ديزيز يعني الامراض اللي بعالجها باسترويد لكن ما رضتش تدي معايا نتيجه، ولو انا بشيل الاستيرويد من عن حد، يعني حد عنده مثلا روماتويد ارثرايتس وبياخد استرويد، لو انا بوقف الاسترويد دوت لازم ادي ايه، او ممكن ادي ازا سايبرين او سكس مركبتو بيورين. طبعا مش عنده روماتويد ارثرايتس، لا عنده اورجان عامل، هو اورجان ترانسبلانتيشن، تمام؟ واحد عامل اورجان ترانسبلانتيشن، فوانا بشيله من على الاسترويد لازم اديله الاذا ثايوبرين والسكس مركبتو بيورين. يبقى الاذى من الستات يعني الاذى والسكس مركبتو بيورين، والستات قفل من الاول يعني بتقفل الدينوفو بيورين سنسز، والاذى رذا اللي هي روماتويد ارثرايتس. وقال لك خلي بالك احنا قلنا ان البيورين بيتصنع فين، الحته اللي هي بتاعت ان الاذا سايبرين الى السكس مركبتو بيورين دوت بيحصل في الليفر بالهيكبرت انزيم. تمام، الاذا سايبرين للسكس ميركاتو بيورين. قال لك كمان السكس ميركاتو بيورين ده بقى عشان يتحول لان اكتف في الليفر عن طريق الزنسين اوكسيديز. عايز اقول لك قبل كل ده ان مريض الكانسر ده عنده رابيد تيرن اوفر للسل، السل بتموت ويتصنع جديد كتير ويموت كتير ويتصنع جديد كتير. طبعا الخلايا اللي بتموت دي بتتكون من دي ان ايه، فيها دي ان ايه، وبالتالي فيها بيورين. البيورين ده لما بيتكسر بيتحول الى يوريك اسيد. يبقى اصلا مريض الكانسر بيبقى عنده يوريك اسيد عالي، تمام؟ قال لك خلي بالك ان السكس ميركاتو بيورين بيتحول بالزنسين اوكسيديز لان اكتيف فورم اللي هو برضو اليوريك اسيد. اجيب لك الباسوي، ادي الباسوي، الانوزين بيكون منه بقى الايه، الادينين والجوانين، تمام؟ بكون منه الادينين والجوانين. قال لك بيتكسر عن طريق الزنسين اوكسيديز ليوريك اسيد. طبعا ادي الادينين اهوت والجوانين، بيتكون هو والجوانين، طبعا الجوانين اهو الجوانين، والادينين بيتحول في الاخر لانوزين لهايبوزنسين لزنسين ليوريك اسيد. يعني من الاخر كلهم بيتكسروا، البيورين بيتكسر ليوريك اسيد. قال لك هو عنده يوريك اسيد عالي، اليوريك اسيد العالي ده بديله الو بيورينول او في بوكسو ستات. دول ادويه للجود عشان يقلل اليوريك اسيد. نفس قال لك بيعملوا ايه، الالو بيورينول والفيبوكسو ستات بيوقفوا الزنسين اوكسيديز، وبالتالي مين يعني هيقللوا اليوريك اسيد، مين هيتراكم، السكس ميركاتو بيورين. يبقى كسايد افكت انه ممكن يحصل توكسيسيتي اهو. قال لك السكس ميركاتو بيورين ان اكتيفيتد بالزنسين اوكسيديز، وبالتالي ممكن يحصل توكسيسيتي بالالوبيورينول والفيبوكسستات اللي اصلا المريض بياخدهم
علشان عنده كانسر، والكانسر بيعلي اليوريك اسيد. المشكله الثانيه هي المايلو سبريشن، وكل الانتي ميتابولايتس بيعملوا مايلو سبريشن باختلاف درجاته. مايلو سبريشن يعني هيوقف صناعه البون مارو. ليه؟ لان البون مارو عباره عن خلايا رابيدلي ديفايدنج سيل. كمان عندك ليفر توكسيسيتي. ليه؟ لان كل الموضوع ده بيتعمل في الليفر، الازيثايوبرين للسكس من كاتو بيورين في الليفر، يبقى ليفر توكسيسيتي. نيجو الدواء التاني عندنا الكلادريبين والبنتو استاتين. طبعا لازم تاخد بالك ان استاتين بيبقى ايه، الاستاتين ده هامك كو اي ريدكتيز اتش ام جي كو اي ريدكتيز انهيبيتور، اللي هو بتاع ادويه الهايبر ليبيديميا. لكن البنتو ستاتين ده نوع مختلف منهم، فما يتلخبطش بكلمه استاتين اللي فيه. والكلادريبين بيشتغلوا ازاي؟ ادي الباسوي بتاع صناعه البيورين، برضو بيشتغلوا عن طريق ان بدل الانوزين ما يتصنع منه الادينين والجوانين، هم بيوقفوا المرحله دي، وبالتالي هم برضو بيوقفوا البيورين والبيرميد والبيورين سنسز. يبقى هو بيورين انالوج وله مالتيبل ميكانيزم، بس اهم حاجه ان هو بيوقف ايه، البيورين سنسز، فبينهبت الدي ان ايه. بيشتغل في ايه؟ اقول لك الكلاد دراي تاب. الكلاد دراي تاب، طبعا الدراي تاب ديت مشهوره جدا، انك لما بتاخد تاب او يعني بتاخد بايوبسي من البون مارو بتاع اللي عنده هيري سيل يوكيميا بتلاقيها متحجره. فالهيري سيل يوكيميا يعني الدراي تاب حاجه مميزه ليها. كلاد دراي تاب، كلاد دراي تاب. والسايد افكت مايلو سبريشن مفيش حاجه مميزه. الدواء التالت الستاروبين. الستاروبين او الاربينو فيورانوسايل سايتيدين، كل الكلام ده. بص اربينو برضو تفتكر بيها اللي هي الابين، ايه ارابين، اربينو يعني الستاروبين ده، عشان لو جالك الاسم التاني ستاروبين. وان الستاره لتمنع البيرميدين من الدي ان ايه، يعني هو بيرميدين انالوج بيعمل ترمينيشن للدي ان ايه تشين عن طريق انه بيدخل يمنع صناعه البيرميدين. وله تاثير تاني كمان انه بيمنع انزيم. احنا عندنا كل كاتيجوري كده فيهم واحد بيمنع انزيم، فالانتي ميتابولايتس كلها فيها الستاروبين بيمنع الانزيم اللي هو البوليميريز، بينهبت الدي ان ايه بوليميريز، انزيم في المولكيولر بيولوجي في الريبليكيشن وصناعه الدي ان ايه. الستاروبين بيمنع الدي ان ايه بوليميريز. وان الستاره لتمنع البيرميدين من الدي ان ايه. طب بيستخدم في ايه في الستاروبين؟ في الليوكيميا والليمفوما. الليوكيميا والليمفوما دول بيحبوا بعض، فالستاره نازله على اتنين بيحبوا بعض، الستاره نازله على اتنين بيحبوا بعض، مداريه على اتنين بيحبوا بعض. ايه الستاره؟ الستاره بين مداريه على اتنين بيحبوا بعض، الليوكيميا والليمفوما. واحنا عندنا الليوكيميا والليمفوما الاتنين ال دول مشهورين جامد مع بعض، اتنين ال اللي هي الليوكيميا والليمفوما موجوده فين؟ في 2 دي 3 سي 2 فين. يعني الادويه دي هي اللي هتشتغل على الليوكيميا والليمفوما. 2 دي دوكسوروبسين ودونوروبسين، الاثنين يعتبر واحد، دوكسوروبسين والدونوروبسين، دوكسوروبسين والدونوروبسين، تمام. التلاتة سي السيتارابين والكلادريبين والسايكلوفوسفاماير. احنا قلنا الكلاد دراي تاب في الليوكيميا، وان الستارة لا تمنع البيرميدين، والحتة التانية والستارة نازلة على اتنين بيحبوا بعض اللي هي الليوكيميا والليمفوما. والتالت حاجة هي السايكلوفوسفاماير. اتنين فين اللي هي فين كريستين وفين بلاستين، هناخدوهم قدام، فين كريستين وفين بلاستين، دول الاتنين ال برضو مايلو سبريشن ومفيش حاجة مميزة. بعد كده الفايف فلورو يوراسيل ده اللي بيمنع البيرميدين، لكن عايزين ناخده ايه؟ احنا قلنا الستاروبين بيمنع البيرميدين،
ولسه بقى الفلوريوراسيل والهيدروكسايل هيدروكسي يوريا والميثوتريكسات، كل دول برضو بيمنعوا البيراميدين، بالاربعه دول بيمنعوا البيراميدين. ادي البيراميدين سنسيتيف. لو قلنا البيراميدين اللي هو الايه قط اللي هو السيتوزين واليوراسيل والثايمين، والاثنين دول بيجوا من اليوراسيل، فاليوراسيل اهي يوريدين داي فوسفيت جاي منها السيتوزين وجاي منها في الاخر الثايمين. عندنا في التحويله دي اللي هي انا اصلا بصنع دي ان ايه، يعني دي اوكسي ريبوز مش ريبوز خماسي، لا ده انا شايل منه اكسجينه، فبشيل اكسجينه او بضيف هيدروجين عن طريق الريدكتيز ريبونيوكليوتيد ريدكتيز. يبقى التحويله دي بريبونيوكليوتيد ريدكتيز الهيدروكسيل الهيدروكسي يوريا بيمنعها، الهيدروكسي يوريا بيمنعها، وفي الاخر خالص اليوريدين يتحول لصايمين بالصايم ميديليت، مش بكون صايمين يبقى صايم ميديليت سينسيز. قال لك الفايف فلورو يوراسيل بيمنعها، بيمنع الانزيم ده يوقفه. قال لي بس خلي بالك في حاجة بسيطة، الفرق بين اليوريدين والصايمين هو ميثايل جروب. هجيب الميثايل جروب دي منين؟ من التترا هيدروفوليت، بس هيكون عليها ميثايل جروب، فالميثايلين تترا هيدروفوليت هجيبها واخد منها الميثايل حول يوريدين لصايمين، والميثايلين تترا هيدروفوليت يتحول هو لداي هيدروفوليت. طب وانا عايز الدنيا دي تمشي تاني، اجي محول الداي هيدروفوليت لتترا هيدروفوليت بانزيم تاني اسمه الداي هيدروفوليت ريدكتيز، اللي بيوقف الانزيم ده هو الميثوتريكسيت في الانسان. طبعا الاثنين ترايميسوبريم والبايريميسامين دول موجودين كانتي بايوتكس. الداي هيدروفوليت ريدكتيز في منه نوعين، نوع موجود في الانسان بوقفه بالميثوتريكسيت، ونوع موجود في البكتيريا بوقفه بالايه بالترايميسوبريم. يبقى الهيدروكسيوريا اهو بيمنع البيراميدين عن طريق انه بيوقف الرايبونيوكليوتيد ريدكتيز، الفايف فلورو يوراسيل بيوقف السايميديليت سينسيز، الميثوتريكسيت بيوقف الدايهيدروفوليت ريدكتيز. فايف فلورو يوراسيل، فايف فلورو يوراسيل بيختصر كده هيعمل ايه؟ هيوقف البيراميدين، فهيمنع البيراميدين لانه وهيقلل الصايمين الدي اوكسي صايمين. تمام، فهيقلل صناعه الدي ان ايه، هيقلل صناعه الدي ان ايه. الفايف فلورو يوراسيل له برو دراج اسمه كابيسيتابين. ده معلومة كده مش مهمة. كابي سيتابين دوت البرو دراج بتاع الفايف فلورو يوراسيل. يبقى الفايف فلورو يوراسيل والهيدروكسي الفايف فلورو يوراسيل، بص الكلمة دي بالفرانكو زي ما تكون بتقل خفوا خفوا يا عم، خفوا صناعة البيراميدين شوية، خفوا صناعة البيراميدين شوية، وإن الستارة لتمنع البيراميدين من الدي ان ايه. خفوا خفوا ايه، خفوا صناعة البيراميدين شوية. يبقى هيمنع هو بيراميدين انالوج يمنع تكوين الصايمين. بيستخدم بإيه؟ الفايف فلورو بيستخدم في الكولو، الفايف فلورو بيستخدم في الكولو، الفلورو يوراسيل بيستخدم في الكولون كانسر، الفايف فلورو بيستخدم في الكولو، فلورو يوراسيل في الكولون كانسر. وكمان فلورو مش فلور، ايه الفلور بتاع الجسم او السيرفيس بتاع الجسم؟ السكن، يعني البيزل سيل كارسينوما بيستخدم توبيكال، يعني توبيكال في البيزل سيل كارسينوما في الاكتين في الكيراتوزس. تمام، في الاكتينيك كيراتوزس وفي البنكرياتيك كانسر، بس اهم حاجه فلورو كولو كولون كانسر، والفلور اللي هو السيرفيس يعني البيزل سيل كارسينوما والكيراتوزس بس كده. قال لك خلي بالك ان احنا الميثوتريكسيت بيشتغل على الداي هيدروفوليت ريدكتيز، ماشي،
الداي هيدروفليت ريدكتيز. والفلوروراسيل بيشتغل على السايميديليت سينسيز سينسيز. تمام. الدنيا دي كلها ليه؟ عشان اخد ميثايل جروب احطها على اليوراسيل، صح؟ قال لك خلاص ادي ليوكوفورين، ليوكوفورين، والليوكوفورين دوت ميثايل دونر، ماشي؟ بيدي الميثايل جروب من غير كل الانزيمات وجع الدماغ ده. يبقى لو انا اديت ليوكوفورين ها ايه؟ هانهانس الافكت بتاع الفلورو يوراسيل من غير ما يحصل سايد افكت، من غير ما يحصل سايد افكت. يعني هقدر ازود الجرعات بتاعتي براحتي عشان وما اخافش من الايه؟ من السايد افكت. هتقول لي طب غير المايلو سبريشن، احنا عندنا الفوليت ده انزيم مهم جدا للسكن، مهم للسكن، وبالتالي لما يحصل مشكله في الانزيم بتاعه او يحصل مشكله توقف ان يكون عندي داي هيدروفوليت وتترا هيدروفوليت كتير، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان هيحصل مشاكل في السكن. تمام. ايه المشاكل اللي تحصل في السكن؟ يحمر، يحصل ورم، يحصل التهاب كده. يبقى عندنا بالنسبه للفايف فلورو يوراسيل بيحصل حاجه اسمها هاند اند فوت سيندروم. هاند اند فوت سيندروم واسم تاني له بلانتر اريثرو ديسيسيزيا. طب ايه يعني الكلمه دي؟ بلانتر قصده هنا هاند والفوت، في الهاند وفي الفوت. اريثرو يعني في احمرار، كلمه اريثرو يعني احمرار، يبقى في احمرار في السكن. ديس يعني ديسكواميشن، قصده هنا ديسكواميشن، ديسكواميشن يعني بيقشر الجلد، احمر وقشر وسميته هاند اند فوت سندروم. ده السايد افكت بتاع الفايف فلورو يوراسيل. طب الهيدروكسيوريا قلنا برضو بينهبت اهو، الهيدروكسيوريا بينهبت الرايبونيوكليوتيد ريدكتيز او انهبت الرايبونيوكليوتيد ريدكتيز عشان يقلل الدي ان ايه سينثيسز. وبيستخدم في ايه الهيدروكسيوريا؟ الهيدروكسيوريا بيستخدم في السي ام ال مع الايماتينيب. هناخدوه قدام ده، بس الايماتينيب والهيدروكسيوريا في السي ام ال. السي ام ال للهيدروكسيوريا يعني بعالجه بالهيدروكسيوريا، ده نوع من انواع اليوكيميا. هيدروكسيوريا وايماتينيب، ايماتينيب ومعاه الهيدروكسيوريا عشان اعالج السي ام ال. السي ام ال بتتعالج بهيدروكسيوريا وايماتينيب. طبعا الهيدروكسيوريا مع البوليسايسيميا ديت عباره عن مايلو بروليفراتيف ديس اوردر، امثله يعني ليهم البوليسايسيميا فيرا والسي ام ال، ده من انواع المايلو بروليفراتيف ديس اوردر. وديت بتيجي جت في اسئله اليورليد مايلو بروليفراتيف ديس اوردر، علاجها الهيدروكسيوريا. ممكن تحفظها بطريقه سهله جدا، انك تقول ايه هايدي، مين هايدي دي؟ هي الهيدروكسيوريا. هايدي دي عندها دم، بس المشكله ان هي ايه عايزاه بزياده شويه، عندها دم يبقى في مشاكل في الدم، يبقى الهايدي عندها مشاكل في الدم. دي اهم حاجه تفتكرها، ايه المشاكل اللي في الدم؟ ان هي عندها بوليسايسيميا فيرا وسي ام ال، بوليسايسيميا فيرا وسي ام ال. يبقى هايدي مالها؟ عندها دم يعني كلمة دم افتكر بيها بوليسايسيميا يعني، بس عايزاه زيادة شوية. يعني حاجتين، ايه الحاجتين دول؟ اللي هما اتنين انيميا، ميجالو بلاستيك انيميا وسيكل سيل انيميا. ميجالو بلاستيك انيميا سيكل سيل انيميا، ميجالو بلاستيك انيميا سيكل سيل انيميا. عندها دم بوليسايسيميا، عايزاه زيادة شوية، حصل عندها مشاكل في الدم وعايزاه زياده شويه، زياده شويه يعني بوليسايسيميا، ماشي؟ مشاكل في الدم، ميجالو بلاستيك انيميا سيكل سيل انيميا او سيكل سيل ديزيز، وبيعالج برضو السي ام ال. يبقى هيدروكسيوريا بيستخدم في علاج السي ام ال والبوليسايسيميا فيرا والسيكل سيل ديزيز. السايد افكت ميجالو بلاستيك انيميا، ميجالو بلاستيك انيميا ومايلو سبريشن.
نيجو للميثوتريكسات. الميثوتريكسات ميسو بتاع الفول الفهلوي، حلوة دي. ميسو الميثوتريكسات بتاع الفول الفولات، ما احنا قلنا ان الميثوتريكسات بيمنع تحويل الداي هيدروفليت لتترا هيدروفليت بالداي هيدروفليت ريدكتيز، يبقى بيمنع الداي هيدروفليت ريدكتيز وبالتالي يمنع صناعة الثايمين. منع صناعة الثايمين يبقى وقفت برضو البيراميدين سينثيسيس. ميسو بتاع الفول يعني بيشتغل على فوليك اسيد فهلوي. يعني ايه فهلوي؟ يعني بتاع كله. فاكر انت ال 2 ال؟ قلنا ال 2 ال ده ايه؟ ال 2 ال دوكس ودونروبسين سيترامين سيترابين كلادريبين سايكلوفوسفاميد و2 فين فين كريستين وفين بلاست. ما حطيناش الميثوتريكسيت ليه؟ عشان الميثوتريكسيت بتاع كله. يعني ايه بتاع كله؟ عندك ثلاث حاجات في الادويه دي كلها بنستخدموهم، الامراض المناعيه اللي هي زي الروماتويد ارثرايتس ريتابول باول سندروم وكده، و2 ال الليوكيميا والليمفوما. والنوع الثالث اللي موجود بقى هنا انه ممكن استخدمه في ان انا امنع الكوريو كارسينوما. ما الكوريو كارسينوما ده كانسر خلايا، ده كانسر في البلاسنتا رابيدلي ديفايدنج سيل، وبالتالي لو وقفت ديفايد الديفايدنج سيل دي عن ان هي تنقسم ايه همنع هعالج الكانسر. فيبقى الميثوتريكسيد فهلوي يعني بتاع كله، 2 ال ليوكيميا لينفوما و الليوكيميا اللي هنا ال احنا قلنا الليوكيميا ال ليوكيميا ال و اي ام ال كنا قايلينها فين؟ في السيتارابين، في السيتارابين اي ام ال. وهنا عندك الاي ال ال الميثوتريكسيت، بس طبعا مش لازم تتحفظ، المهم الليوكيميا والليمفوما، وممكن يستخدم في الكوريوكارسينوما. والنوع الثاني بقى البريجنانسي، في ناس بتبقى عايزه تموت الجنين، مش الجنين ده رابيدلي ديفايدنج سيل، اوقف الديفايدنج بتاعه، يبقى في الابورشن وفي الاكتوبيك بريجنانس. في الابورشن مع الميزوبريستول، ده طبعا بروستاجلاندين معروف انه بيعمل ايه ابورشن مع الميزوبريستول، الميزوبريستول هستخدم الميثوتريكسات عشان اعمل ابورشن، عشان اعمل ابورشن. او في الاكتوبيك بريجنانس بيستخدم في الروماتويد ارثرايتس ريتابل باول فاسكولايتس سورايسس، ده كله ايه يوتو اميون. يبقى فهلوي يعني تلات حاجات، 2 ال ليوكيميا لينفوما الروماتويد ارثرايتس وريتابل باول سورايسس فاسكولايتس اللي يعني اوتو اميون ديزيز، والتالت حاجه في البريجنانسي اللي هي اكتوبيك بريجنانسي والابورشن مع الميسوبريستول وفي الكوريو كارسينوما. السايد افكت برضو مايلو سبريشن شبه كله، ممكن اعمل ريسكيو تريتمنت اللي هو ادي معاه ليوكوفورين. قلنا ليوكوفورين بيدي الميثايل بيتحول الى بيدي الميثايل جروب للخلايا من غير ما يحتاج الانزيمات دي، فالليوكوفورين هيدي الخلايا الايه مش السرطانيه طبعا. قلنا هيحصل مشكله في الداي هيدروفوليت والتترا هيدروفوليت، يعني مشاكل في السكن. في الفايف فلوريوراسيل قلنا هاند وفوت سندروم. هنا بقى هيحصل ايه في الميثوتريكسيت؟ في الميثوتريكسيت هيحصل ميوكوزايتس. ميوكوزايتس ميوكوزايتس يعني التهاب في الايه في الميوكوزا اللي بتاعه الماوس. ميوكوزايتس التهاب في الميوكوزا بتاعه الماوس او بيسموها ماوس ألسر. بيعمل كمان بالمونري فايبروزس، والبالمونري فايبروزس البلمونري فايبروزس بتحصل في ثلاث امراض. اول حاجه واشهرهم هو الامايودارون، الامايودارون. تاني حاجه هو الميثوتريكسيت اللي بنتكلموا عنه، وتالت حاجه هناخدوه برضو هو الباسلفان. باسلفان ميثوتريكسيت امايودارون، باسلفان ميثوتريكسيت امايودارون، باسلفان ميثوتريكسيت امايودارون، ده البلمونري فايبروزس. وبيعمل ميوكوزايتس لانه بيشتغل على الفوليت، يبقى ميوكوزايتس لكن في الفايف فلوريوراسيل هاند وفوت سندروم.
في برضو هاند وفوت تشينج بتحصل بس في مرض تاني اسمه الكواساكي لو حد فاكر. كواساكي برضو بيحصل إريسيما وديسكواميشن في الهاند وفي الفوت. هنا هاند وفوت سيندروم 5 فلوريوراسيل ميثوتريكسيت ميوكوزايتس وبالمونري فايبروزس عشان في ثلاثة بيحصل فيهم بالمونري فايبروز أمايودارون ميثوتريكسيت والبصل فان. طبعا هيحصل برضو نيفروتوكسيسيتي مشكلة في الايه في الكلية وفوليد ديفيشنسي اللي ممكن فوليد ديفيشنسي ده برضو يعمل ميجالو بلاستيك انيميا. وان كان هو ذكر ان ميجالو بلاستيك انيميا واضحة في الهيدروكسي يوريا. نيجو بعد كده على الانتي تيومر انتيبيوتكس. الاول علشان نفتكر احنا كل اللي خدناه اللي فات ده كان اسمه ايه، كان اسمه انتي ميتابولايتس بيشتغل على الدي ان ايه البيورين والبيرميدين. يبقى بيشتغل على الاس فيز، قلنا معيده الستار معيده الكلادريبين، قلنا بيشتغل نون سبيسيفيك. تمام. الانتي تيومر انتي بايوتكس يعني ضد الكانسر، برضو ادويه ضد الكانسر لكن ممكن استخدمها كانتي بايوتكس. تمام. دول بيشتغلوا على ايه بقى؟ قال لك بيشتغلوا على كله برضو يعني نون سبيسيفيك. وان كان البليومايسين اللي هو اول واحد ممكن يشتغل خصوصا على الجي 2 والام. احنا قلنا جي 1 اس جي 2 ام، هو بيشتغل على النص التاني ده الجي 2 والام ده البليومايس، وممكن نقوله ان كله نون سبيسيفيك وخلاص. تاني حاجة احنا عندنا الانتي بايوتكس، احنا قلنا الانتي ميتابولايتس الايه تلاتة بيشتغلوا على البيرميدين او ممكن نحسبوهم اربعة اللي هما الميثوتريكسيت والهيدروكسي يوريا وال 5 فلوروراسيل. تمام. واثنين وطبعا ممكن احط معاهم الستارابين، دول الاربعه. واثنين بيشتغلوا على البيورين اللي هم ازاثيورين والكلادريبين. تمام كده. الانتي بايوتكس بقى هم حرف الاو، البليو مايسن، الدكتينو مايسن، الدوكسو مايسين او الدوكسو روبيسين او الدونو هو اي حاجه مايسين او الدونو روبيسين. يبقى هي ايه الاو البليو مايسين داكتينو مايسين دوكسو روبيسين دونو روبيسين. هو ليه اصلا حاطط لك الاو؟ عشان يفكرك ان هي بتشتغل عن طريق الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، يعني بيشتغل عن طريق الفري راديكالز. يبقى لو جينا للاستخدامات، البليومايسين بيطلع فري راديكالز تكسر بيها الدي ان ايه، تكسر بيها الدي ان ايه. الدوكسروبيسين والدونوروبيسين بتطلع فري راديكال تكسر بيها الدي ان ايه. وقال لك انا لقيت حاجه، ايه هي؟ انه مش بتطلع فري راديكالز، في سكافنجر وخصوصا الايرون الحديد، في سكافنجر يعني هيجي يمسح الفري راديكال دي وياخدها هو يضحي بنفسه. هو الديكسرازوكسين لقينا ان هو بيبقى كويس وبيمنع السايد افكت بتاعه الدوكسوروبيسين. تمام. امال ليه ما قلتش الدكتينومايسين؟ اصلا الدكتينومايسين بص ان يعني باي ان بينتركاليت، ان يعني انتركاليت الدي ان ايه، بيدخل جوه الدي ان ايه ويبوظه، بينتركاليت الدي ان ايه فبيمنع تكوين الار ان ايه منه، بينتر كاليت الدي ان ايه. يبقى البليومايسين فري راديكالز بتبريك الدي ان ايه، الانثراسايكلين او الدوكسو والدونوروبيسين بفري راديكالز بيكسر الدي ان ايه. وكمان الدوكسو والدونوروبيسين له حاجه تانية ان هو بينهبت التوبو ايزوميريز. قلنا المجموعه الاولانيه خالص فيهم واحد اللي هو الكلادريبين او اللي هو الستارابين بيمنع الدي ان ايه بوليميريز. المجموعه الاولى فيها الستارابين بيمنع الدي ان ايه بوليميريز، المجموعه الثانيه هي الدوكسوروبيسين والدونوروبيسين فيها بيمنعوا التوبو ايزوميريز 2. ده حاجه اضافيه على الفري راديكلز. تمام. البليومايسين هو علاج البي، بتضيف البي يعني ايه بي 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 بليومايسين بي 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 بيض قلة القلب دي، بيض يعني تستيكولار كانسر، تستيكولار كارسينوما. عايز حاجة شيك
بيقول لك وإن الرجل وإن الرجل يلعب والست تدفع الضريبة. وإن الرجل يلعب والست تدفع الضريبة. افهم زي ما تفهم. الرجل اللي هي التستيكولار كارسينوما يلعب اللي هو البيليومايسين شبه ما يكون بلي يعني. والست اللي هو الاوفيريان والبريست كانسر الضريبه تاكس سولز ودول انا اخدهم قدام يعني. يعني ايه مرض البي؟ يعني بي بريكس الدي ان ايه عن طريق الفري راديكلز. يعني بيض اللي هو تستيكولار كارسينوما يعني بودجكن لينفوما. هودجكن ما يا عم بودجكن. طب ليه مش نون بودجكن؟ ما هي برضو ممكن اقولها لان بي 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 بيليومايسين ممكن اقول بي 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 بناين. هو مش بناين اليوكيما والليمفوما كلهم مالجنت بس ايه او الهودجكن الليمفوما مالجنت لكن هي ابسط من النون هودجكن يعني البروجنوز بتاعها اقل حديه. فالبودجكن الليمفوما مش النون هودجكن. البابا بالمونري فايبروز وقلنا ده السايد افكت. قلنا السايد افكت بالمونري فايبروز امايودارون ميسوتريكسيت وبيليومايس. امايودارون ميسوتريكسيت وبيليومايسين وبيليومايسين امايودارون وميسوتريكسيت وبيليومايسين وبصل فين كمان يبقى ضيف دي عليها البيليومايسين والبصلفان والميسوتريكسيت. واشهر واحد خالص بيعمل الحكايه دي الامايودارون انتي ارزمي. يبقى البيليومايسين بيبريك الدي ان ايه بيشتغل في التستيكولار كانسر وفي الهودجكن لنفوما بيعمل بالمونري فايبروزس وبي بي 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 هايبر بيجمنتيشن بي بي بيجمنتيشن. بيليومايسين بريك الدي ان ايه بي تستيكولار كانسر بي بودجكن لنفوما بي بالمونري فايبروزس بي بيجمنتيشن. الدكتينومايسين قلنا الان والان بي انتركاليتك دي ان ايه بيقول لك اكت اكت اكت. مين اللي بيعمل الاكت؟ مين اللي بيمثل علينا؟ العيال الصغيره. وكمان اكتينومايسين دي مين اللي بتلعب وتقعد تقول له دي 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 ده الطفل. يبقى في اورام اللي بتحصل في الاطفال رابدو مايو ساركوما رابدو مايو ساركوما وديت مرض في الهارت تمام. والمس تيومر وده في الكدني. ايوين ساركوما وده في البون. يبقى ايوين ساركوما والمس تيومر رابدو مايو ساركوما اللي هي امراض اللي الاورام اللي بتحصل في الاطفال تعمل مايلو سبريشن ده طبيعي. وان كان البليومايسين هو علاج البي فان الانثراسايكين هو علاج الدي. دوكسوروبيسين دودودونوروبيسين بينتركاليت الدي ان ايه بيعمل دايليتد كارديوميوبس. ممكن امنع الدايليتد كارديوميوبس بالدكسرازوكسين. يبقى الدوكسوروبيسين مع الدودونوروبيسين بينتركاليت الدي ان ايه بيعمل سايد افكت دايليتد كارديوميوبس امنعها بالدكسرازوكسين. كمان هو ليه ما سموهوش دوكسروبيسين ودونوروبيسين وخلاص سموه لك كمان عائله كده الانثراسايكلين انثراسايكلين عشان يقول لك الانثراسايكلين بتعمل الوبيشيا. الانثراسايكلين بتعمل الوبيشيا طبعا بيستخدم فين؟ في الاتنين ال. قلنا الاتنين ال اتنين دي تلاتة سي اتنين فين اتنين دي الاتنين ال اليوكيميا والليمفوما بعالج بيهم اتنين دي دوكسو والدونوروبيسين دي قلناهم اهو. 3 سي سيتارابين كلادريبين قلناهم ولسه فاضل السايكروفوسفامايد. 2 فين اللي هو الفين كريستين فيل بلاستين هناخدهم. طبعا هتقول لي حاجه الدايليتد كارديو ما بس ما حفظتهاش. يا عم حفظتها انا قلت لك دي 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 دوكس روبوسين بيعمل دي 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 دايليتد كارديو ما بس ما انت لسه عايز تحفظها. اجيب لك الكيمومان يا عم. ادي الكيمومان عند القلب اهو عامل لك دي وتي.
يعني الدودو دوكس روبيسين والدودو دودون روبيسين بيعمل دايليتد كارديو مايوبس او كارديو توكسيس، والتراستو زوماب ده لسه ناخدوه، تراستو زوماب بيعمل برضو كارديو مايوبس. الدي والتي ده الكيمو مان هنتكلمه عنه في السايد افكت. الدي والتي عند القلب دايليتد كارديو مايوباسي، يعني دوكس ودون روبيسين والتراستو زوماب بيعمل كارديو توكسيسيتي. بعالجها او بمنعها بان انا ادي معاه ديكس روز وكسان، وديت بتبقى irreversible ملهاش علاج، لكن المفروض وانا شغال معاه ادي ديكس روز وكسان. وهنا يجي لك فكره جميله جدا، ايه هي؟ ذا جود دكتور، الدكتور الشاطر هو اللي بيكتب الدوكسو روبيسين يكون كاتب معاه او مدي معاه ديكس روز وكسان. ليه؟ علشان يمنع الدايليتد كارديو مايوباسي. اللي يدي دوكسو او دونوروبيسين يدي معاه ديكس رازوكسان عشان يمنع الدايليتد كارديو مايوباسي. وقلنا اللي بيدي ميثوتريكسات او 5 فلورو يوراسيل لازم برضو يدي معاه ليوكوفورين عشان يمنع السكن مانيفستيشن على الاقل زي الميوكوزايتس اللي بتحصل في ال 5 فلورو يوراسيل، زي البلانتر الفايف فلورو يوراسيل بيحصل فيها بلانتر وفوت ايه سندروم، والميثوتريكسيت بيحصل فيها ميوكوزايتس، ده السكن مانيفستيشن على الاقل. ومايلو سبريشن يمنع المايلو سبريشن في الاثنين بالليوكوفورين، ده الدكتور الشاطر لازم يكتب ميثوتريكسيت وفايف فلورو يوراسيل يكتب معاهم الليوكوفورين. ولسه هناخده ان السايكلوفوسفامايد اللي يكتبه لازم يكتب معاه مسنا او ان اسيتايل سيستاين، اختصار المعفن ده ان اسيتايل سيستاين او مسنا. ليه؟ لان برده دول هيقللوا السايد افكت والهيموراجيك سيستايتس لسه هنقوله. وبرده في حاجه التاكس، اي تكتب تاكسولز لازم تكتب معاه مثلا استيرويد عشان بيعمل هايبر سنسيتيفيتي، وتكتب مع جابابنتين او كاربامازبين عشان بيعمل بريفرال نيوروباسي بريفرال نيوروباسي. يبقى قال لك مريض كانسر اخد علاج جاي بيشتكي انه مش عارف ينام على ظهره وانه بينهج، ده هتقول له ايه؟ ده هتقول له انت يا حاج اخدت دوكسوروبسين ولا دونوروبسين؟ ما اصلا يا ده يا ده. ليه؟ لان اصلا الاثنين معناهم ان انت حصل لك دايليتد كارديو مايوباسي ادى الهارت فيلير، مش قادر تنام على ظهرك، مش قادر تتنفس. ودي اصلا كنت المفروض في الاول انك تكتب معاه ديكس رازوكسان عشان تمنع المشكله دي. هتيجي تفكرني تقول لي ايه الحاجات اللي بتعمل الادويه اللي بتعمل كارديو توكسيسيتي؟ قلت لك يا عم اهو كيمو مان عمل لك كده، يبقى الدوكسوروبسين دونوروبسين تراستوزوماب. كمان في الادويه كعامه بقى التراي سايكليك انتي ديبريسنت، التراي سايكليك انتي ديبريسنت والسايوفيلين، دول اشهر اتنين وخصوصا تراي سايكليك انتي ديبريسنت والسايوفيلين، دوكسوروبيسين دونوروبيسين تراستوزوماب، دول بيعملوا كارديو توكسيسيتي. قلنا ان المجموعه الاولانيه فيها الميسو فيها السيتارابين، سيتارابين بيشتغل على الاي ام ال، فيها الميثوتريكسيت بيشتغل على الاي ال ال، فيها الهيدروكسيوريا بيشتغل على السي ام ال، سيتارابين مش على السي ام ال، اي ام ال فلتت منهم دي، ميثوتريكسيت مش على الاي ام ال، لا على الاي ال ال فلتت منهم دي، الهيدروكسايل هيدروكسيوريا سي ام ال مش على اي حاجه تانية، ما فلتت مني دي. نتكلم بعد كده عن الالكايليتنج ايجن. قلنا السيل سايكل جي 1 اس جي 2 ام جي 1 اس جي 2 الكايليتنج ايجن، بيقول لك اي كاي الكايليت يعني بيورك ايه ايرلي، معروفه طبعا. يبقى الالكايليتنج ايجن بيشتغل على جي 1 ده لو سال في كده، لو ما سالش يبقى هو تقول له نون سبيسيفيك. تمام. اذا قلنا ان الانتي تيومر انتي بايوتكس هم كام؟ 3 ولا 4 اللي اتكلمنا فيهم؟ 3 اللي هم دوكسوروبسين دونوروبسين
ادي واحد واللي هو سميناه الانثراسايكلين، واثنين اللي هو الداكتينومايسين، وثلاثة اللي هو البليومايسين. المرض بتاع الدواء بتاع البي والدواء بتاع الدي والداكتينومايسين اللي هو الاي ان. واذا كان في البدايه خالص اتكلمنا على الانتي ميتابولايتس، قلنا اتنين بيمنعوا بيورين والتلاته اربعه بيمنعوا بيراميدين، فان الايكايليتنج ايجنت هم اربع ادويه عباره عن عربيات موتوسيكلات واتوبيسات. ازاي ايكايليتنج ايجنت؟ باص زي الباص سلفان، كار زي البرو كاربازين، البرو كاربازين سايكل زي السايكلوفوسفامايد ونايترو. هتقول لي ايه نايترو دي؟ نقول لها جت معنا غلط كده. لا نايترو ماركه عربيات. نايترو زي النايتروز، نايتروز يوريا، النايتروز يوريا اللي هي اي حاجه اخرها ميوستين، ميوستين كار ميوستين برضو. حتى ده حتى اللي بيسمي النيتروز يورياز اخد باله ان الحكايه فيها كار وسايكل وبتاع، لك كار يعني كار ميوستين ولو ميوستين اوستين، مش ده بتاع ستيف اوستن؟ وستيف ماشي. يلا الباص سلفان، باص الاتوبيس بيعمل ايه؟ بيكروس. الباص سلفان بيكروس الدي ان ايه، والالكايليتنج ايجن كلهم بيكروس الدي ان ايه، كروس الدي ان ايه، كروس الدي ان ايه. بس البرو كاربازين مش عارفين له، ده يا دوبك ماو انهبيتور ويك. ايه يعني بيعمل ايه؟ ملوش علاقه اصلا بالانتي كانسر ميكانيزم، يبقى الميكانيزم انون. بص سلفان كروس دي ان ايه، وبالتالي الباقي كله بيكروس. نكمل البص سلفان. البص سلفان لما كروس الدي ان ايه جه قافل على البون مارو، عمل سيفير مايلو سبريشن، ودي مهمه. طب ما انت لسه قايل لي ان كل الانتي ميتابولايتس بتعمل مايلو سبريشن، شفت التعليقه دي؟ بس الالكايليتنج ايجن وخصوصا الباص سلفان مهمه جدا، سيفير مايلو سبريشن. والباص سلفان يفكرك بالبيليومايسين صح؟ اه بس في فرق. اولا البيليومايسين بيشتغل ازاي؟ عن طريق احنا قلنا البيليو اللي هو فري راديكالز بيعمل دي ان ايه بريكس، ما احنا قلنا البيليو هو البي المرض بتاع البي يعني بيبريكس الدي ان ايه، لكن الباص سلفان بيكروس الدي ان ايه. ادي واحد. البيليومايسين قلنا هو الادفيرس افكت بتاعته بالمونري فايبروزس، ايه ده موجوده برضو في الباص سلفان؟ اه بيجمنتيشن اه موجوده. يبقى الفرق هو السيفير مايلو سبريشن، يعني البليومايسين ما بيعملش مايلو سبريشن او بيعمل على خفيف يعني، كان مكتوب في الكتاب القديم والكتاب الجديد مش مكتوب. ليه؟ لانه بيعمل مينيمال مايلو سبريشن. الباص سلفان بستخدمه في ايه؟ اي واحد بعمل له بون مارو ترانسبلانتيشن لازم اشيل له البون مارو القديم. قال لك عشان اشيل البون مارو القديم يوز تو ابليت البيشن بون مارو بيفور بون مارو ترانسبلانتيشن، بستخدم الباص سلفان. باص اتوبيس وبيكروس وبيقفل على الدي ان ايه، استخدمه في ايه؟ وبيقفل على البون مارو، استخدمه في ايه؟ في ان انا انقل البون مارو، نقل باص يبقى هينقل، وبيكروس عشان يقفل على البون مارو يبقى انا انقل بون مارو، بون مارو خلاص كده. سايكلوفوسفامايد قلنا زي كل الايكاليتنج بيكروس الدي ان ايه، بيستخدم في ايه؟ 2L قلنا 2L اليوكيميا والليمفوما بستخدمهم في 2D دوكسودونو، 3C سيتاروبين كلادريبين سايكلوفوسفامايد، يعني سايكلوفوسفامايد في اليوكيميا والليمفوما. عايز تزود عليها الروماتيك ديزيز زي الاس ال اي ونوع من انواع الفاسكولايتس التهاب البلاد فيسل اسمه جرانيولوماتوزيس ويز بوليانجيتس براحتك، بس اهم حاجه اليوكيميا والليمفوما. يا عم مايلو سبريشن برضه، بس في حاجه مهمه هنا بيعمل فانكوني سندروم.
حاجتين بيعملوا فانكوني سندروم في الانتي كانسر. اول واحد هو السايكلوفوسفامايد، اول واحد هو السايكلوفوسفامايد. الثاني هو السيسبلاتين. سايكلوفوسفامايد وسيسبلاتين بيعملوا فانكوني سندروم. سايكلوفوسفامايد بيكروس الدي ان اي شبه الايكاليتنج ب 2 ال 3 سي، تمام؟ استنى احنا نكسروا المكتب ولا ايه؟ ب 2 ال ليوكيميا لنفوما بيعمل فانكوني سندروم، ممكن يعمل سايدا بيزود الاي دي اتش. تاني ممكن استخدمه كعلاج، سايد افكت ده استخدمه كعلاج قدام في حته تانيه يعني. يبقى بيعمل سايد افكت انه بيعمل بيزود الاي دي اتش سندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سكريشن وفانكوني سندروم. لكن مش دول المهمين، عارف مين المهمين؟ كيمومان بص، سايكلوفوسفامايد حط له لك فين؟ عند البلادر. ليه؟ لان السايكلوفوسفامايد بيعمل هيموراجيك سيستايتس، السي والواي. سايكلوفوسفامايد بيعمل هيموراجيك سيستايتس. كيمومان خدنا الدوكس والدونور وبسين والتراستوزوماب بيعمل كارديو توكسيسيتي، سايكلوفوسفامايد بيعمل هيموراجيك سيستايتس تلاقي دم في البول. مريض عنده كانسر وجاي بيشتكي بيقول لك انا البول بتاعي لونه احمر، ده معناه انه هو خد دواء عمل كده. ايه الدواء ده؟ الدواء اللي عمل هيموراجيك سيستايتس هو السايكلوفوسفامايد. النيتروز يوريا اللي هي اخرها موستين، اوستين راسه قرعه، معروفه اوستين راسه قرعه، راسه قرعه يعني بيكروس البلاد برين بارير، بيستخدم في البرين تيومر، بيعمل سي ان اس توكسيسيتي. الله، اوستين راسه قرعه، ده مصارع اسمه اوستين راسه قرعه بيكروس البلاد برين بارير بناين في البرين تيومر زي الجلايوبلاستوما وسي ان اس توكسيسيتي. البروكاربازين قلنا ميكانيزم مش معروف، بيستخدم في البرين تيومر برضو وفي الهوجيكن لينفوما، بيعمل بون مارو سابريشن، برضو بيعمل بالمونري توكسيسيتي، ليوكيميا، ديس فريم لايك رياكشن اللي هو بيزود الاسيتالدهايد، يعني قلنا ادي الكحول بيتحول الى اسيتالدهايد وبيتحول الى ايه مركب اخر. فالاسيتالدهايد ده لما يتراكم يعمل ديس فريم لايك رياكشن. هو اصلا الدواء ده جاي غلط من مصر، هو الفكرة ان الكحول بيتحول الى اسيتالدهايد بيتحول لاسيتيت. طبعا بانزيم الدي هيدروجينيز. فكان في دواء قديم اسمه ديسل فريم بيستخدم عشان الناس اللي بتاخد الكحول يمنعوه. ازاي؟ ان الديسل فريم يوقف الدي هيدروجينيز فيعلي الاسيتالدهايد. الاسيتالدهايد بيعمل فلاشنج ودايريا وبيعمل مشاكل. فلو انا خدت ديسل فريم ومعاه جيت شرب الكحول هيحصل بقى الحاجات دي. في طلع في ادويه تانية ليها نفس تاثير الديسل فريم زي اللي احنا كنا بنتكلم عنه، البروكاربازين. البروكاربازين له ديسل فريم لايك افكت. تاني حاجه نسينا نقولوها السايكلوفوسفامايد او الايفوسفامايد، ايفوسفامايد وسايكلوفوسفامايد قلنا بيعملوا هيموراجيك سيستايتس وفانكوني سندروم مع السيسبلاتين وكده وبلادر كانسر. قال لك كمان ممكن امنع الهيموراجيك سيستايتس والبلادر كانسر بحاجه اسمها مسناء. طب ايه الفكره؟ الفكره بسهوله ان ان السايكلوفوسفامايد والايفوسفامايد بيحصل لهم ميتابوليزم، فالميتابولايتس بتاعتهم هي اللي ايه المشكله اللي بتعمل هيموراجيك سيستايتس وكده. فانا بدي المسنه بتدي السايو جروب
ساي جروب دونر، فتمنع ايه الميتابولايتس دي، تمنع المشاكل منها. ممكن برضو نعمل هايدريشن بس تمنع مشاكل السايكلوفوسفامايد. ده كده خلص. البلاتينيوم كومباوند، البلاتينيوم كومباوند هي اي اخر كلمه فيها بلاتين. اشهر واحد هو السيس بلاتين، السيس بلاتين كاربو بلاتين اوكزالي بلاتين، اوكزالي بلاتين. حاجه احنا خدناها قبل كده قلنا السيس بلاتين مع السايكلوفوسفامايد بيعملوا فانكوني سندروم. فانكوني سندروم ده نيفروتوكسيسيتي، فبيعمل كادفيرس افكت نيفروتوكسيسيتي. وممكن امنع كده بالامي فوستين، ويجي لك هنا ذا جود دكتور دوكسروبسين بيعمل دايليتيك كارديوميوبس، وتمنعها بالديكسرازوكسين. جود دكتور. الميثوتريكسيت والفايف فلوروراسيل بيعمل سكين مانيفستيشن، بيمنعها بالليوكوفرين. السايكلوفوسفامايد بيعمل هيموراجيك سيستايتس، بيمنعها بالمسنه او الانستايل سيستاين. السيس بلاتين، السيس بلاتين بتعمل نيفروتوكسيسيتي، امنعها بالايه بالاميفوستين. ادي حاجه خلصت. قلنا الرجل يلعب البليومايسم تعمل تستيكولار كانسر، والست تدفع الضريبه. دي هناخدوها في التاكس، اللي هو التاكس اللي هو الباكلي تاكسل، بستخدم معاه حاجه تانية عشان امنع مشاكل. هنتكلم عنها دلوقتي. مش الرجل يلعب البليومايسن بيستخدم في الايه في التستيكولار كانسر. طب عندك حاجه كمان، ايه هي؟ السيس بلاتين بيستخدم في التستيكولار كانسر. طب انا هحفظها ازاي؟ قال لك يا عم السيس، السيس يعني سيس. السيس لما بيشتغل امتى؟ في الاول بس، وبيلعبك الدنيا. بيشتغل في الاول ايه ده؟ زي الالكايليت بيورك ايرلي. يبقى هو والالكايليت بيشتغل على جي 1 ويلعبك الدنيا، يعني بيكروس لينك الدي ان ايه. زي البصلفين وكل الالكايليت برضو بيكروس لينك الدي ان ايه ونون سبيسيفيك. لو ما سالش، لو سال يبقى جي 1. بيشتغل على ايه؟ قلنا السيس، عيل السيس بيشتغل في الاول وبيلعبك الدنيا. فالسيس ما اتلخبط الدنيا ليه؟ فالسيس مش سالك، تمام؟ السيس مش سالك، السيس مش سالك، السيس مسالك، السيس مسالك اللي هو بلادر. السيس مش سالك، السيس مسالك. تعرف تقول 10 مرات؟ بلادر. يبقى بيستخدم في البلادر كانسر، البلادر كانسر. وخد معاها التستيكولار كانسر، والتستيكولار كانسر قلنا بيستخدم برضو معاه البليومايس. طبعا هنا الست هتزعل فتاخد معاه الاوفيريان كانسر. خلاص كده السيس بلادر. قال لك كمان بتعمل اوتو توكسيسيتي ومعاه نيفروتوكسيسيتي. هو الكلمتين دول كانوا مع بعض فين؟ اوتو توكسيسيتي ونيفرو توكسيسيتي مشهوره قوي الامينو جلايكوزايد، ان بتعمل اوتو توكسيسيتي ونيفرو توكسيسيتي. ممكن تاخد التجميعه دي اهي، ان مش عارف باينه ولا لا، اهي نيفرو توكسيسيتي واوتو توكسيسيتي بالسيس بلاتين لسه بنقولها، ومعاها الامينو جلايكوزايد. في كمان اللوب والفانكومايسين والانفوتيريسين بي. فانكومايسين، امفوتيريسين بي، لوب، والسيس بلاتين والامينو جلايكوزايد. وان كان سيس بلاتين والامينو جلايكوزايد اكتر في الاثنين، فانكومايسين اوتو توكسيسيتي واللوب اوتو توكسيسيتي ونفرو برضو يعني. فبيقول لك لسن سيس اولويز ادجست فانكومايسين ان سي كي دي. واحد اسمه سيس او مثلا بيتكلم اكنه بيتكلم اخته سيس، اسمعي لازم تظبطي الفانكومايسين عند مريض الايه السي كي دي، كرونيك كيدني ديزيز. لسن ال لوب سيس سيس بلاتين اولويز او 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 اولويز اي 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 امفوتيريسين فانكومايسين. طبعا فانكومايسين يبقى امفوتيريسين فانكومايسين امينو جلايكوزايد ولوب وسيس.
بلاتين دول بيعملوا اوتو ونفرو توكسيستي، ادي نفرو توكسيستي واوتو توكسيستي، بيعمل بريفرال نيوروباسي. طبعا احنا قلنا الفانكوني سندروم او النفرو توكسيستي ممكن امنعها بالاميفوستين، برضو الاميفوستين دوت اسكافنجر، الاميفوستين اسكافنجر بياخد الايه الفري راديكالز، طلع السيس بلاتين طلع فري راديكالز فياخدها الاميفوستين زي الدكسرازوكسين مع الدوكسوروبسين والدينوروبسين. في نقطه كمان عايز النفروتوكسيسيتي بتابعها بالايه بالبوتاسيوم، لما ادي سيس بلاتين او كاربو بلاتين او اكزالي بلاتين اتابع البوتاسيوم عشان موضوع النفروتوكسيسيتي، عشان موضوع النفروتوكسيسيتي. النيوروباسي البريفرال نيوروباسي ممكن ادي الجابا بنتين، تمام، الجابا بنتين او الكاربامازبين، تمام. احنا قلنا اهو بدي مع السيس بلاتين بدي ايه اميفوستين عشان امنع النفروبس، وبدي معايا برضو ممكن الجابا بنتين عشان امنع البريفرال نيوروبس. اللي بعديها المايكروتوبيول انهيبيتورز، نعرفين طبعا قبل الانقسام على طول بيبقى فيه مايكروتوبيولز كده بتتكون من بروتين اسمه التوبيولين، ساعة ما تتكون بتاخد الكروموزومات دي كده وتشد كل واحد في حتة، تيجي رايحة ديت بكروموزوم هنا ودي كروموزوم هنا كده، وفي الاخر ينقسم ودي خلية ودي خلية، ادي المايكروتوبيول. والمايكروتوبيول دي برضو بتنقل الاشارات العصبية في النيرف، تمام تمام. فالمايكروتوبيول انهيبيتور هتمنع فين فاني فيز جي 1 اس جي 2 ام، فين في الام، ليه؟ لان الام هي اللي بيحصل فيها مايتوزيس، يعني هي اللي هيحصل فيها الشغل بتاع المايكروتوبيول، تمام. يبقى كله في الام فيز. احنا خدنا هي بتتكون من التاكس والفينكا، التاكس اللي هو ايه، في تاكس يعني زي ضريبة، قلنا ايه الرجل يلعب والست تدفع الضريبة، الست اللي هي الاوفيريان تيومر والبريست تيومر، اوفيريان وبريست كارسينوما كده دي الاستخدام، والفينكريستن والفينبلاستن قلنا في الاتنين ال، لما قلنا اتنين ال بتحصل في الاتنين دي، تلاتة سي اتنين فين، اتنين فينكريستن فينبلاستن ليوكيميا لمفوما، لمفوما هودجكن ونان هودجكن كده، خلاص الاستخدام في الاتنين. بيستخدموا ايه على المايكروتوبيول، واحد بيمنع ان المايكروتوبيول تتكون والتاني بيمنع المايكروتوبيول تشد كده كل واحد في حته. فاللي بيمنع المايكروتوبيول تتكون هو الفينكريستين والفينبلاستين، بيمسك في التوبيولين بروتين فينهبت البوليمرايزيشن يعني تكوين المايكروتوبيول، فيمنع الميتوتيك سبندل فورميشن اصلا. يبقى الفينكريستين فينبلاستين اللي هي الفينكا الكالويد بتمنع الام فيز ازاي، ان هي بتمنع الفورميشن بتاع الميتوتيك سبندل ازاي، بتمسك في التوبيولين بروتين او البيتا توبيولين بروتين فتنهبت البوليمرايزيشن. انما التاكس بتشتغل ازاي، بتشتغل عن طريق ان هي بقى بعد ما تكونه كده والمفروض تشد كل كروموزوم في حته، لا تهايبر استابلايز البوليمرايزد مايكروتوبيول، هي حصل لها بوليمرايزيشن اهو، تهايبر استابلايز تسيبها كده. فهو بيقول لك ايه، التاكس الضرايب بتستابلايز السوسايتي، انت بتدفع ضرايب ليه؟ عشان المجتمع كله يكون ده بياخد فلوس من ده وكده ويكون فيه تساوي. التاكس استابلايز السوسايتي، التاكس استابلايز السوسايتي، يبقى انت بتعمل ايه، هايبر استابلايزيشن اوف البوليمرايزد ايه مايكروتوبيول، فتمنع الميتوتيك سبندل بريك داون، المفروض بيحصل لها بريك داون عشان ايه، هي تمنع البريك داون ده، انما الفينكا بتمنع الفورميشن اصلا. قلنا التاكس ست تدفع الضريبه، اوفيريان وبريست كارسينوما، ممكن برضو تحفظها في حاجه تانية، باكليتاكسل ودوس دوسي تاكسل، باكليت كليت كليت، طبعا هم عارفين ان الكليت دوت اللي هو اختصار كليتورس، يبقى بيستخدم في الاوفيريان وفي البريست كانسر، الست يعني للست الكليت ست، يبقى اوفيريان وبريست كانسر.
مايلو سبريشن. الدكتور الشاطر جه تاني اهو. هايبر سنسيتيفيتي، وبالتالي قبل ما ادي اي تاكس ادي معاه ستيرويد. نيوروباسي، وبالتالي قبل ما ادي اي تاكس ادي معاه جابا بنتين او كاربامازابين. اهو باكلي تاكسل، بدي معاه جابا بنتين وبدي معاه كاربامازابين او كاربامازابين عشان امنع النيوروباسي، وبدي معاه ستيرويد عشان امنع الهايبر سنسيتيفيتي. التاكس بتستابيلايز السوسايتي، هايبر ستابيلايز البوليمرايز دي مايكروتوبيول فتمنع البريك داون. التاكس ست تدفع الضريبه، وكليت يبقى اوفريان وبريست كانسر، بتعمل مايرو سبريشن، نيوروباسي امنعها بالكاربامازابين وهايبر سنسيتيفيتي. الفينكا فينكريستين فين بلاستين 2 ال، وبتمنع بتمسك في التوبيولين فتمنع اصلا البوليمرايزيشن للتوبيول. خلي بالك كريستين، عارف الولد اللي كان بيقول لها كريستينا اللي هي ديت حاجه مالجننت يعني، يعني من الاخر كده تعمل ايه المالجننت دي؟ مالجننت للدماغ، دماغه كانت وجعاه نيورو توكسيسيتي. فينكريستين الواد ده كان دماغه ايه؟ ضايع، تعمل نيورو توكسيسيتي. انما فين بلاستن بي 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 بتبلاست البي بي 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 بون مارو، الفين بلاستن بتبلاست البون مارو فتعمل مايلو سبريشن. الفين كريستن كريستن الولد اللي كان بيقول كريستينا دوت عبيط فيعمل نيورو بس نيورو توكسيسيتي او نيورو بس يعني. تعمل كمان كونستيبيشن، طبعا في ادويه كتير بتعمل كونستيبيشن، بنتكلموا عن التجمعات دي في الاخر. تعمل كونستيبيشن، ممكن الكونستيبيشن تؤدي في الاخر الى اليوس، وبالتالي ده بيستخدم في الايه؟ في السوليد تيومر والكيميا والليمفوما. السوليد تيومر يعني ممكن اشيل واحد عمل عمليه وشال التيومر، ما ينفعش بعديها اديله فين كريستن وفين بلاستن. ليه؟ لان العمليه اصلا ممكن تعمل اليوس، اديله بعديها فين كريستن وفين بلاستن ابوظ الدنيا اكتر. تمام كده. طبعا معروف ان النيوروباسي ممكن تظهر او النيوروتوكسيسيتي ممكن تظهر عن طريق مثلا فوت او ريست دروب، معناها النيوروباسي او نيفروباسي لو ظهر كده. ليه بيحصل نيوروباسي اصلا؟ لان المايكروتوبيول قلنا بتنقل الاشارات العصبيه، وبالتالي كل التاكس والفينكا بيحصل فيهم نيوروباسي، كلهم بيحصل فيهم نيوروباسي، ودي مهم. بس انا كده خلصت. هو بس الايه؟ ان الفينكريستين قلنا دي مالجنانت وبتعمل مشكله في الدماغ. انا ليه قلت مالجنانت؟ علشان كانت بتستخدم اكتر في الليمفوما. انهي؟ النون هودجكن. احنا قلنا الهودجكن النون هودجكن، النون هودجكن الفينكريستين، والهودجكن كنا بنقوله بودجكن اللي هي البلاستين فين بلاستين.